أنا يوسف يا أبي، يا أبي إخوتي لا يحبونني، لا يريدونني بينهم يا أبي، يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام، يريدونني أن أموت لكي يمدحوني، وهم أوصدوا باب بيتك دوني، وهم طردوني من الحقل، هم سمموا عنبي يا أبي، وهم حطموا لعبي يا أبي، حين مر النسيم ولعب شعري غاروا وثاروا علي وثاروا عليك، فماذا صنعت لهم يا أبي؟